مرحبا، انا اوجد نبالي من اعزف دوت كوم، وبهذا الفيديو راح نتعلم واحدة من اغاني السيدة ام كلثوم، اغنية غني لي شوي شوي على مقام الرست من درجة الدو. في البداية نستعرض مقام الرست مع بعض على درجة الدو. ابطأ دو ري مينوس مول فا صول لا سينوس مول دو، بنرجع تمام. ناخذ أول جملة بالأغنية. بص الفيج راح يكون دو ري مي 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 فا سول فا مي فا ري دو ري 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 مي فا مي ري مي دو. بنتابع والسولفيج راح يكون سي دو ري 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 مي ري دو ري مي ري دو. بنتابع والسولفيج دو ري مي 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 فا مي ري مي فا مي ري. بنتابع والسولفيج راح يكون ري مي فا 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 سول فا مي فا سول فا مي ري. بنتابع والسولفيج مي فا سول 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 لا سول فا سول لا سول فا. وبننتبه انه نقلب على اللا بيمول. بنتابع والسولفيج فا سول لا 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 سي لا سول لا سي لا لا سول. وبرضه بننتبه انه في عنا لا بيمول والسي هون راح تكون ناتشرال. بنتابع والسولفيج على اجزاء راح يكون اول جزء سول لا سي سي سول دو سي لا لا سول فا. الجزء اللي بعده سي لا سول سول فا مي. الجزء اللي بعده فا سول سول فا فا مي ري. والجزء اللي بعده مي فا سول مي فا ري دو فا ري ري مي دو. هلا ننتقل على الكوبليه الثاني واللي بيقول ننتبه انه لا صارت على نص بمول والسي بمول. هلا السولفيج لها الجزء راح يكون سول لا سي سي سول لا سي لا سول سول فا فا سول لا سي سي سول لا سي لا سول سول فا فا. بنتابع والسولفيج راح يكون سي لا سي لا سي لا سي لا سي لا سي لا سول سول. وبننتبه على السي انها بمول وعلى اللاب انها ناتشرال. بنتابع والسولفيج سول لا سي لا سول سول لا لا سول سول فا. بنتابع والسولفيج فا سول لا لا سي لا لا سول سي لا لا سول. وبننتبه على الفا بانها ديز
وعلى لا بانها بمول وعلى سي بانها ناتشرال. هلا نتابع على الجمله اللي بعديها، والجمله اللي بعديها احنا حكينا السولفيج تبعها في الكوبليه الاول من الاغنيه واللي هو كان كالتالي. هلا ننتقل على الكوبليه الثالث من الاغنيه واللي هو راح يكون بهذا الشكل. والسولفيج سول لا سي لا سول لا سي سول لا فا سول. بنتابع والسولفيج فا سول لا سول فا سول لا سول سول فا فا مي فا. ننتبه على هذا الكوبليه بانه عندنا اللانوس بمول والسي بمول. بنتابع الجزء اللي عزفناه هلا هو نفس اللزمة للي عزفناه في بداية الأغنية. منتابع والسولفيج مي فا صول صول مي فا صول فا مي فا مي مي ري. منتابع والسولفيج مي فا صول صول مي فا صول فا مي مي. ننتقل على الجملة اللي بعديها والسولفيج صول فا صول فا صول فا صول فا فا مي فا مي. منتابع والسولفيج صول فا صول فا صول فا صول فا فا مي فا مي ري. منتابع وهاي الجملة كمان مرة هي نفس اللزمة اللي عزفناها وحكينا السولفيج تبعها في بداية الأغنية. هلا بنتابع والسولفيج راح يكون مي فا صول صول مي فا صول فا مي فا مي مي فا صول صول مي فا صول فا مي فا مي مي ري. بنتابع والسولفيج مي فا صول 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 لا صول فا صول لا صول فا. بنتابع والسولفيج مي فا صول 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 لا صول فا صول لا صول فا. بنتابع والسولفيج فا صول لا 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 سي لا لا صول سي لا لا صول. وبننتبه على اللا انها بمول وعلى السي انها ناتشورال. بنتابع والسولفيج صول لا سي سي صول دو سي لا لا صول فا مي ري. الجملة اللي رح نعزفها هلا هي مشابهة تماما للجملة الثانية في الأغنية. نرجع نعيدها كمان مرة واللي هي رح تكون ،
وبهيك بنكون تعلمنا أغنية غنيلي شوي شوي لأم كلثوم على مقام الرست، واللي بهذا الفيديو أخذناه من درجة الدوم.